طيب الجزء الثاني من اليوم النهارده هيكون او التحليلات النهارده تقييم اداء النادي الاهلي في 5 مباريات بالدوري العام، وابدا بك يا احمد. تمام. الاول النادي الاهلي لعب في الموسم ده 5 مباريات في الدوري. الاول كان كسب المصر 4-0، بعد كده كسب الاسماعيلي 3-1، بعد كده كسب المقاولين 2-1، بعد كده كسب سيراميكا 2-1، بعد كده تعادل مع الجونه 1-1. هنشرح بالارقام كل حاجه، هتفسر لنا الايجابي والسلبي اللي احنا محتاجين نطوره في الفتره الجايه. تمام. نستعرض ارقام النادي الاهلي في اول 5 مباريات، هنلاقي ان النادي الاهلي قدامنا الارقام على الشاشه كسب 4 مباريات، اتعادل مباراه واحده اللي هي كانت مباراه امبارح قدام الجونه 1-1، ما خسرش ولا مباراه حتى الان. سجل كام هدف؟ 12 هدف في 4 مباريات. طبعا النادي الاهلي اقوى خط هجوم، مسجل 12 هدف في 4 مباريات، يعني معدل 3 أهداف في الماتش الواحد، أقوى خط هجوم في الدوري مع نادي الزمالك، بس طبعًا النادي الأهلي لاعب مباراة أقل. يبقى سجل كام جون؟ 12 جون. تعال نبص، دي النقطة الإيجابية، إن النادي الأهلي بيجيب أجوان، هجومه شغال بشكل كويس جدًا، لكن تعال نشوف النقطة السلبية المهمة اللي إحنا بنشاور عليها من هنا، إن النادي الأهلي استقبل 4 أهداف في 4 في 5 مباريات. النادي الأهلي يعتبر أقل استقبال أهداف مع فيوتشر وإنبي، ولكن النادي الأهلي دايمًا عشان تاخد الدوري لازم معدل او استقبالك للاهداف يكون قليل، لازم تكون دفاعيا كويس. النادي الاهلي السنه دي مستقبل 4 اهداف في 5 مباريات، دي اللي لازم هنفسرها دلوقتي، هنقول اسباب الاستقبال ال4 اهداف ده ممكن يكون ايه. السنه اللي فاتت انت لما خدت الدوري يا كريم استقبلت 13 هدف بس في 34 ماتش. صحيح. السنتين اللي قبلهم كنت انت خسرت الدوري، استقبلت 21 جون و29 جون. صحيح. الموسم اللي قبله خدت الدوري كنت استقبلت كام جون؟ 8 تجوان بس في 34 ماتش. ده مع فايلر. مع فايلر اه. فانت السنه دي مستقبل 4 تجوان يا كريم في 5 مباريات، وبعدين عشان بمنظومه كولر السنه اللي فاتت الدفاعيه. اه في الدفاعيه، واتكلمنا عليها في نهايه الموسم. أي. السنه دي كمان انت ما حافظتش على نظافه الشباك غير مباراه واحده من 5 مباريات. فدي النقطه، ايه اسبابها؟ هل سببها يعني انا بفسر اسباب الاهداف اكيد مش العناصر، انت عندك محمد عبد المنعم احسن مساك في مصر، عندك محمد الشناوي احسن حارس في مصر، عندك علي معلول. بس انت بادئ غلط وجهه نظري، انت بادئ كلامك ده غلط، لانه مش معنى ان هناك عيب في المنظومه الدفاعيه معناها ان المدافعين هم اللي وحشين. ما انا بتكلم في كده، ما انا بقول كده، ما انا بقول ان عبد المنعم، مش معنى كده، مش معنى الارقام ان في عيب في الخلل في الافراد، لا، ممكن يكون في روتيشن كتير، في روتيشن كتير بيحصل، فمنظومه الضغط بتاعتك بتتاثر. يعني فجاه تلاقي مثلا خالد عبد الفتاح بدا، كان كريم الدبيس ماشي بشكل كويس، يعني مباراه امبارح انت بدات بكريم عبد خالد عبد الفتاح مش على عدلته وبقاله كتير ما بيلعبش، وكريم الدبيس لعيب صغير كان بيلعب بشكل كويس، فيعني كان بيأدي بشكل، كان ممكن يبدا. فانت لما بتعمل روتيشن كتير قد تكون وجهه النظر في دي، يعني طبعا انا مش عارف، انا ما سالتش، ولكن قد تكون وجهه النظر في كريم وخالد لانه عايز يدخل خالد مع الفرقة طبعا يعني. بس كريم الدبيس واخد فورمه الماتشات ومتالق. انا معاك على فكره، ولكن انا بقول لك قد تكون هو اكيد هو شايف ان كل لعيبه النادي الاهلي مستوى واحد، ده فكر كولر، ان انا عندي 30 خالد بيتمرن كويس قوي، انا عندي 30 لاعب مستواهم كويس، فانا مجرد ان انا هلاعب اللعيب زي ما عمل مع نيدفيد، ما نيدفيد بقاله فتره ما بيلعبش، فجاه جه حطه بدا بيه، هو بيتعامل ان ال 30 لاعب كلهم توب واحسن لعيبه في مصر، ودي حقيقه، بس حته الروتيشن الكتير في مركز الدفاع ممكن تاثر. كل المراكز مش في الدفاع بس في الدفاع تحديدا، لان انت عندك مثلا عبد المنعم وياسر، عبد المنعم وربيعه، حته الدفاع تحديدا. فالنقطه دي انا شايف ان منظومه الضغط في النادي الاهلي محتاج ان احنا في الفتره دي لازم تبص على الرقم ده، لان الرقم ده مهم جدا، معدل استقبال الاهداف. بس لازم اكمل على كلامك يا سيد في الحته دي، برضو كابتن اسلام شاور نقطه مهمه، إن اصلا منظومه الدفاع يفترض في الفرق الكبيره وخصوصا مثلا النادي الاهلي هي بتبدا من الهجوم. صح، بالظبط، من اول مودست، من اول راس الحربه، ان انت وانس انت مثلا بتلعب بهاي بريشر مثلا. ده انا بشوف ناس قدام مثلا النادي المصري في اول مباراه في الدوري، يعني دول مثلا احنا برضه من 5 مباريات عايزين نقول الماتش المصري وماتش الاسماعيلي كان فيه امتياز، الماتشين كانوا كويسين، الاهلي كان كويس. صح، لان برضه بصراحه انت في اخر 3 ماتشات يا كريم استقبلت قدام المقاولين، استقبلت قدام سيراميكا، استقبلت قدام الجونه، وخلينا برضه نضيف عليهم مباراتين سيمبا ومباراتين سان داونز. يعني هو بس هو من ساعه مباراتين سيمبا او من بعد، عارف، مش بعد بعد الشوط الاول بتاع سيمبا، الشوط الاول بتاع سيمبا انت ماشي على نفس الشكل قدام مصر قدام الاسماعيلي، بقى في حاله من عدم الرضا. صح، اتاكدت في ماتش العوده بتاع سيمبا وبدات تخش. عارف قد يكون
صح، لكن هي قد تكون وجهات النظر في هنا ايه، ان زي ما انت قلت يعني انت كنت مثلا انت المفروض النهارده تعمل لنا وتقدر تعملها لنا الايام اللي جايه ومن بعد ماتش سيمبا او الشوط الاولاني في ماتش سيمبا، كم واحد لعب ناحيه اليمين، كم واحد لعب ناحيه الشمال، كم واحد لعب الثنائيات، ثنائيه الدفاع حتى مين في وسط الملعب، ثنائيه الوسط مين، وسط الملعب كمان هو ده، لان الكره الثانيه الكرة الثانية بتاعتنا. هو انت اذا كنت بتتكلم عن منظومة دفاعية فانت بتتكلم عن من اول راس الحربة او راس الحربة لغاية الحارس، لا مش الحارس. مش افراد دفاع بس، مش افراد دفاع بس، لان الحارس خلي بالك ممكن يبقى ليه دور يعني. أليسون بيكر في ليفربول هو دوره كبير جدا، صح، سواء في التحضير لبناء هجمة او في التقدم يعني، سواء ساعات يوم جاي طالع لغاية نص الملعب ويعتمد ليفربول يعني يعتمد على الضغط العالي ويسيب الجزء ده كله لأليسون. منظومة الدفاع بتبدأ من أول راس الحربة في منظومة الضغط، لما الضغط بتاعك بيبقى شكلك كويس في الضغط، الضغط العالي بتاعك صحيح، سرعة استعادتك للكورة بشكل كويس، أنت بتاخد الكورة التانية بشكل كويس، ده اللي بيفرق. فاحنا بنتكلم أن دي محتاجة ان احنا نبص عليها. تعال نكمل بقيه الارقام. النادي الاهلي في صناعه الفرص يا كريم 11 فرصه في الدوري في خمس ماتشات، الاكثر بيراميدز والاسماعيلي وبلديه المحله. انت متخيل ان الاسماعيلي في اكتر الفرق اللي صنعت فرص 13 فرصه، هو البلديه النادي الاهلي 11 فرصه. تعال نبص، مش بعيده، احنا بنتكلم في فرق اثنين يعني، لا خاصه كمان ان احنا لاعبين ماتش اقل. الاهلي مش اهلي ما عندوش مشكله هجوميه، انا بحس ان الاهلي الارقام بتقول كده، برافو عليك، الاهلي هجوميه حلو، ينفع مشكله، ودي حتى ممكن بنعمل لها حلقه يعني. في مشكله عندنا فعلا في المنظومه الدفاعيه بشكل عايزين من اول المهاجم، نوصل لسببها ايه. صح، المنظومه الدفاعيه ليس المدافعين، لا ليس المدافعين، المنظومه بتاعت الفريق، المنظومه الدفاعيه بمعنى ان انت منظومه ضغط. ما هو احنا اللي احنا عايزين نوصل له يعني ايه منظومه دفاعيه. جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي فاهم طبعا، لكن انا اقصد ان جمهور النادي الاهلي يبقى فاهم الكلام على ايه. احنا بنتكلم هنا عن منظومه، عن 11 لاعب، عندنا رقم سلبي، احنا في رقم سلبي عندنا، رقم سلبي عايزين نفسره، عايزين نفسره. فانا رايي ان منظومه الضغط بتاعتنا مش احسن حاجه، منظومه الضغط من الاول، من التغيير، من التغيير الكتير، وبرضه بيفرق الحاله البدنيه بتاعه اللعيبه. يعني امبارح الشوط الاول كانت مشكلتنا كلها في وسط الملعب، مش اسماء لعيبه، لا في الكره الثانيه الضغط بتاعك ما كانش احسن حاجه، بس في حاجه برضو ثابت. ما انت برضو انت بدات ماتش امبارح بثنائيه عمرها ما لعبت مع بعض، لعبت مع نيدفيد ونبيل كوكا قفشه، وبعدين او قفشه، وبعدين لقيت ايه، انا اول مثلا بعد الماتش ما انتهى وخلص وبتاع يقول لك ايه، لقيت بعض المواقع كاتبه ايه، قيم اداء كريم نيدفيد. هو ينفع قيم اداء كريم نيدفيد يا جماعه؟ ما ينفعش قيم اداء كريم نيدفيد في اول مباراه ليه. هو هنا الراجل حطه ثقه زي ما انت بتقول، انه اللي انا عارفه ان كولر بيعمل ايه عندما يجد ان كريم سعيد بيتمرن كويس، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، فتره طويله جدا، يبقى هيلعب. هيلعب امتى؟ هو بيختار، فهو اختار التوقيت ده، فاهم؟ فما ينفعش ان انا اقيم هو انا لسه هقيم كريم نيدفيد، زي مثلا الكلام اللي بيتقال على ان كولر الايام دي بيتعرض لحمله كبيره جدا، هو وحش ولازم يمشي ومش عارف ايه، من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. ولكن انا بتكلم ان في اساس، الاساس هو ايه؟ الاساس ان كولر مدرب كويس جدا جدا وهايل ورائع وعنده لسه كتير مع النادي الاهلي، ولكن اخطا. والتقييم بيبقى نهايه الموسم، مش محتاج ان احنا صح، مش محتاج ان احنا نتكلم في كلام زي ده. والتقييم بيبقى في نهايه الموسم، النادي الاهلي بيقيم المدرب دايما في نهايه الموسم. مظبوط، كولر كمدرب مدرب كبير، عمل بطولات، جاب خمس بطولات، ماشي بشكل كويس، واي مدرب في العالم هيجي له ماتش مثلا هتلاقيه مش موفق فيه، بطوله طبيعي هيخسر بطوله، البطوله الثانيه هياخدها. ما انت برضه بتقابل منافسين يعني، ما صن داونز ده فريق قوي وعنده فلوس كويسه، ماتش بلاي ستيشن يعني، يعني ثابت مثلا فاللي هو اكسبه نلعب نكمل الارقام بتاعت النادي الاهلي في اول خمس مباريات. النادي الاهلي تاني اكتر فريق مش محظوظ في الدوري، ليه ثلاث محاولات اصطدمت بالقاي بالعرضه والقائمين. اول فريق الاتحاد. اوكي، الاتحاد السكندري اربع محاولات، النادي الاهلي ثلاث. متوسط الاستحواذ نسبه كويسه 58.6، التمريرات الصحيحه في الماتش 371، دي نفسي نزودها شويه نعدي 400، لو عديت 400 تبقى انت تلعب بطريقه السيتي يعني. معدل المحاولات في المباراه الواحده 15.6، برضو رقم كويس. المحاولات الصحيحه 5.4. بص على الرقم اللي جاي ده، حصول لاعبي النادي الاهلي على ركلات جزاء، في فرقتين في الدوري ما اخدوش ولا ركله جزاء، النادي الاهلي ونادي بيراميدز. النادي الاهلي ونادي بيراميدز، وده برضو ممكن انا بشوف ان لما يبقى لينا ضربه جزاء لازم اللعيبه تعترض شويه، ان انا اوقف اشوف اخلي الحكم يروح للفار. ارتكاب لاعبي النادي الاهلي ركلات جزاء 2،
في 5 ماتشات ده رقم كبير، خامس اكتر فريق اتحسب عليه ركلات جزاء النادي الاهلي في الدوري. اوكي. اتحسب ركلتين جزاء، الاول المقاولين، بعد كده الداخليه، بعد كده سموحه، بعد كده زد. ارتكب نادي لعيبه النادي الاهلي ركلتين جزاء. ودي برضو بتاكد كلامنا في المنظومه الدفاعيه ان ممكن يكون في نوعا ما بدنيا بنقع شويه فبنرتكب ركلات جزاء. بس فدي هزود بقى رقم مهم جدا في على الارقام انت بتقول يا سيد، بس هو رقم خاص بماتش الجونه. وماتش الجونه انا بشوفه من المباريات يا اسلام، المباريات اللي بتتساب تتخنق وانت عايز تكسب، لان في الاخر في الدوري انت عايز تجمع نقاط. دايما احنا بنقول بدايه الدوري في اول 10 ماتشات اول حتى 15 ماتش، لما انت بتنجح في انك تعمل فجوه انت بتعيش بقيه الموسم مرتاح، وبتقدر تركز في دوري الابطال وبتركز في اي بطولات اخرى. عشان كده ده اللي كنا بنقوله مهما كانت الظروف. وبصراحه بامانه يعني الامانه كان في مساحه، بس طبعا كولر حر، بس كان في مساحه انك تقلل الروتيشن شويه، ان انت كان عندك فتره توقف في الماتش ده بالذات. خلاص ايا كان اللي حصل، الرقم اللي انا عايز اتكلم عليه وهو رقم يفترض ان هو ايجابي لينا بس هو سلبي في عدم استغلاله، وهو ماتش امبارح احنا اتحسب لنا 12 ضربه ركنيه قدام الجونه. الجونه اتحسب له ركله ركنيه واحده. 12 ضربه ركنيه كلهم اتلعبوا بشكل ما فيهوش تكتك او ما فيهوش. في واحده المودست اللي هو في اخر لا لا الماتش. لا 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 لا، ده في واحده طلعت لبره امام عملها لبره، ودي ما هو ده تكتك. دي الوحيده لما كان لعيب عمل على الرقابه، دي اتلعبت مره واحده وما اتشطش وما اتشطتش حتى. يعني الكرة راحت امام خدها بشماله على طول. صده. وفي واحدة في آخر الماتش يا كريم اللي هي مودست اللي هو شالها من تحت العارضة. صده ال 12 الرقم كبير، لما يكون محسوب لي 12 ضربة ركنية قدام منافس أقدر. والنهاردة عندي لعيبة طوال القامة زي عبد المنعم، زي رامي ربيعة مودست، وزي مودست، واللعيبة دي بتجيد اللعب بالضربات الرأسية، فكان مع بعض التركيز أقدر أوصل لثلاث نقاط. خلينا في الإسلام، الثلاث نقاط والفوز برضو ساعات بيهدوا شويه من الشكل العام. طبعا بصراحه اكيد. طب هو برضو عايزين ندفع على حاجه، في كلمه لازم اقولها لجمهور النادي الاهلي. احنا في بدايه الموسم ده في مشكله، لكن ما فيش ازمه. ايوه يعني في مشكله. برافو عليك. في مشكله عليك. اوكي هنحلها، وفي اخطاء حصلت، لكن ما ينفعش خالص تقول لي فريق متصدر الدوري متصدر الدوري ان هو في ازمه. ما ينفع يعني عشان ايه لا يترنح. ابقى انا فاهم الوضع.